السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة لو جورنال دي المير. اليوم ان شاء الله كوصفة درت لكم جاتو ريد فيلفت بكريمة الجبن، ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. عندي 310 غرام تاع فارينة، 310 غرام دو فارين، 20 غرام تاع كاكاو، 20 غرام دو كاكاو. عندي هنايا مغرف صغيرة تاع بيكربونات، غادي ندير كاع المواد جافة فيها رحبة باش نغربلوها. مغرف كبيرة تاع لافاني، 7 غرام تاع خمارة الحلوى، 7 غرام دو ليفيور شيميك، ونص مغرف صغيرة تاع ملح، غادي نغربلهم كاع. بسم الله. فوالا المواد الجافة كاع راني خلطتها في رحبة. لازم نغربلوهم باش ما يبقاوناش هذوك الحبيبات اللي دغيمو. غادي نديرها على جهة ونمروا الباقي العناصر. 240 مليليتر تاع حليب، 200 مليليتر تاع زيت، زوج حبات بيض، 115 غرام تاع زبدة أو مارغارين، و 300 غرام تاع سكر. نبداو بسم الله. بسم الله. غادي ندير السكر، نزيد الزبدة، نطلعهم واحد شوية بالضراب ونعاودو ليه. بسم الله. راني دروك زدت زوج حبات تاع بيض. بسم الله. دروك غادي نزيد الزيت غير بالتدريج غير بشوية. غادي نزيد الحليب، نسيين ندير الخليط على 3 دفعات. غادي نزيد الملون الغذائي. نسيت قبيله باش نقول لكم، راني ديجا دايره الكوشه حمى على درجه حراره 180 سلسيوس، ما يعادل 950 فارنهايت. وهذا الحلوى تاخذ لنا بين 25 حتى 30 دقيقه تاع طياب، وعلى حسب كل فرن واحد فيكم. بسم الله. غادي نسي مغرف وحده ونشوف لان زيت الزوجه ولا لا. غادي نزيد مغرف وحده اخرى. انا درت مغرف صغيره، سما جاتني مغرف كبيره اللي بغيتي ديرو بها. فوالا
فوالا كما راكم تشوفوا الخليط تاعنا راه واجد. انا اخترت هذا هو ليمون، ديت ثلاثه، ولا بغيتوا لكم الاختيار ديروا مول واحد ويجيكم شويه عالي. غادي نفرغ فيهم كما قلت لكم، غادي نديرهم في الكوشه يطيبوا بين 25 حتى 30 دقيقه. بسم الله. بسم الله. دروك غادي نوجدوا لا كريم تاعنا والفرماج. عندي 250 غرام تاع فرماج للدهن، فرماج على كريم، وعندي 90 غرام تاع سكر كلاصي. بالنسبه للفرماج اي نوع اللي عندكم تاع فرماج ديروه، المثلت ولا هذاك المربع، ولا كان من الاحسن ماسكاربون، ولكم الاختيار. بسم الله غادي نطلعهم. دروك راني كملت مع الفرماج، غادي نخليه على جهه ونروح نخفقوا الكريمه السائله تاعنا. عندي 150 مليليتر تاع كريمه سائله، هذه مدى الدهن اللي فيها 35، كريم 35. بسم الله. نزيد لا كريم تاعنا، لا كريم شانتيي مع الفرماج. بسم الله. ونسين نخلط غير بشويه باش ما طحناش لا كريم. فوالا لا كريم تاعنا راهي واجده. دروك راه باقي لنا غير لاسامبلاج تاع الكاطو. نبدو بسم الله. سمحوا لي، نحسبت الكاميرا كانت مشعوله، راني بديت في المونتاج، درت يوم تي تكوش تاع لا كريم. يبقى لنا الزوجه، موصو الزوج باش نديروه. فوالا كيما راكم تشوفوا الكادو تاعنا راه واجد. اش غادي ندير دروك؟ غادي ندخله الفريجيدار يريح بين زوج سوايع حتى ثلاث سوايع، وان شاء الله نعاودوا لكم باش نقطعوا ونشوفوا كي جا داير من الداخل. بسم الله. غادي نقطعوا مورسو باش نشوفوا كي جا داير من الداخل. سمحوا لي، هذا القط تاعي راه جيعان.
عيط على الماكله. بسم الله. هذا هو الكاطو تاعنا، ان شاء الله يعجبكم وتجربوه، وغادي يعجبكم صدقوني ولا اروع، يدوب في الفم. شهية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، بصحتكم. راني درت لكم التصويرة تاع القط تاعنا، راه يعس فيكم الطاقة، حرزوا روحكم.